هنا أعزائي الجمهور والحضور الكريم والمرحلة النهائية من السابق المنافسة على المركز الثالث والرابع بيان والدكتور. من يظفر في المركز الثالث؟ بيان والفارس محمد عبد الله طايس الجميلي والدكتور عبد الهادي حمد عبد الهادي المري. انتظار الانطلاقة. المركز الثالث لمن ينطلق بطولة السابق على المركز الثالث والرابع؟ الدكتور في محاولة للحق ولكن تخطف الصدارة، وبيان بيان محمد عبد الله الجميلي من الجهة الخارجية، ومحاولات للدكتور عبد الهادي المري، ولكن بيان بشكل جميل وقوي إلى المركز الثالث. بيان محمد عبد الله طايس الجميلي. انتظار انطلاقة المركز الأول والثاني. منجم والفخامة، انطلاقة جميلة وقوية، الفخامة من الجهة الداخلية ومنجم يخطف الصدارة من الجهة الخارجية. منجم والفخامة محمد جمعة وعبد الله الأدغم، منجم بفارق نصف الطول ومحاولات للفخامة من الجهة الداخلية، ولكن منجم في صدارة جميلة وقوية. بطولة السابق في دربي قطر لمنجم والفارس محمد عبد الله سعيد جمعة.